كيف الحمية الصحية ممكن تخفف من الالتهابات بالجسم؟ ولما أقول التهابات عم بحكي عن التهابات مزمنة وحالات مرضية مزمنة مثل مرض الروماتيزم أو مثل مرض الكولون العصبي أو التقرحات بالجسم. أهم شغلة نتبع حمية صحية مضادة للالتهابات. ولما أقول مضادة للالتهابات ما ببين عنا النتيجة فوراً، نحن بدنا وقت على الأقل بين الشهر للثلاث أشهر لنحافظ على عدم طلوع أو لما يطلع نعمل بوب أب للالتهابات بالجسم أو للفليرز. الشغلة كتير بسيطة، حمية المضادة للالتهابات هي حمية ملونة، يعني كل شيء ملون وناتشرل وطبيعي هو صحي وبيخفض الالتهابات. كل أنواع الفواكه اللي هي كلها ملونة، نذكر الفريز، التوت، كل شيء بريز وكل شيء ملون مثل المانجا بيساعد على تخفيض الالتهابات بالجسم. وشغلة كتير حلوة بالألياف، الألياف اللي هي موجودة بالبينز وبالبقوليات كمان بتخفف من الالتهابات بالجسم عن طريق ركلجة بيك السكر بالدم. وشغلة حلوة كتير فيكن تعرفوها عن النشويات اللي هي تحتوي على الألياف، والنشويات ما عم بحكي على الخبز الأبيض ولا عم بحكي على الكرواسون، عم بحكي عن النخالة، عن القمح المش مقشور. ولما نحكي عن الألوان بدنا نحكي عن اللون الأخضر الموجود بالسبانخ، بالملوخية، بالكيل، بالبروكولي، وعن الفيتامين كي اللي هي مرتبطة دايركتلي لتخفيض الالتهاب بالدم. البروتيين جزء كتير صحي من الحمية وضروري تكون موجودة، لأنه الأمينو أسيد أو الأسيد أميني اللي هن موجودين بالبروتيين الحيواني والنباتي بتساعد على محاربة الالتهابات بالجسم وتقوية جهاز المناعة. بذكر منا الأسماك، وما بدنا ننسى عن مكون سحري بالنسبة إلي، الكركم والكاري جدا مفيدة. وبدنا نحكي عن الدهون الصحية اللي أثبتت أنه بتوقف من الالتهابات بالجسم، وخاصة عن الدهون الصحية الموجودة بالجوز واللوز والكاجو والأفوكا. فالحمية الصحية المضادة للالتهابات واللي بتخفف من الفليرز بالجسم هي حمية ملونة طيبة كتير، وأهم شغلة طبيعية وقليلة السكر وقليلة الدهن وقليلة المواد المصنعة.